دشن تربية ساحلي حضرموت استلام الكتاب المدرسي لرياض الأطفال على مستوى مديريات المحافظة العام الدراسي الحالي بروضة 30 من نوفمبر بالمكلا. وأكدت تربية ساحلي حضرموت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توفير كل المقومات التي تسهم في استقرار العملية التربوية والتعليمية بما فيها رياض الأطفال، مشيرة إلى السعي في تطوير الوسائل التعليمية لرياض الأطفال التي تتواكب مع عقلية الطفل وتساعده على الفهم والتلقي والإدراك، وكذا الاهتمام بالسلوكيات الدينية والأخلاقية.